شكرا لك. معنا علي من تبوك ايضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ بغيت استفسرك ان اطفال انابيب. طيب. عندي طفل عنده له مرض وراثي والدكاتره قالوا لنا انه محتمل ظهور المرض هذا في الاطفال القادمين. فنصحونا باطفال انابيب. ما ادري ايش الحكم فيها. الاخ علي من تبوك ايضا سال عن اطفال الانابيب. لا نعم سال عن اطفال الانابيب يقول ما الحكم فيها وفي الشريعه. هذا السؤال يرسله لدار الافتاء. نعم. تنظر فيه. نعم احسن الله اليكم.